هاد الزلابه اللي كتشوفوها هنا معلقه في الفضاء كان وقع لي واحد الواقعه. التجربه ديالي اللي كنقول هاد الشباب خصو يقرا خصو الكافح ويقرا بعد اولا. انا ملي خلقت في ذاك الدور قبيله ولد عمران دور محجر دوزت واحد 10 سنين ومات ليه الوالد بعام الجوع عام 1944 43 كان عام الجوع خطير جدا. زاديت بواحد القبيله تيقول لها ولاد عمران نواحي فاس واحد الدوار تيقولوا محجر كان فيه قيادات زرقان به بالضبط كانت على قيادات زرقان احد الدار ديالنا كان في الاستعمار داك الشيء اللي كان اثر فيا انا. دخلت هي بقيت كندخل داك الشيء ديال الاحذيه وتعلمت الاحذيه وليت خدام في فاس. ايوا وليت خدام في فاس وليت كنشتي ديال المظاهرات منين تنهز الملكه 53 بقات القضيه الشغل حماض بزاف. وبقى صراحه عند الناس كلشي الشعب يكذب عليك شي واحد ماشي مقاوم الا الخوانه. الناس كان الشعب كله محرك مراه حامله مراه كتربي كلشي خارج يحيا 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 عاش الملك عاش الملك سقط فرنسا. والناس جالسه بداو مظاهرات وقتيله والدخان يضربونا بالقنابير والنساء من الفوق يرميونا داك الثومه كنديروها كيديروها في عينينا. وشكون اللي كينصايق هذا الكونفو ديالها؟ قلت انا الاول انا اللي كنصايق انا اللي كنمشيهم انا اللي كنسير الامور. من بعد كانت المظاهرات وداك الشيء ديال جيش التحرير ديال المظاهرات انا كنهرسوا الصاكات اللي كيبيعوا الدخان كيبيعوا كيتعاملوا مع الاستعمار كيتعاملوا مع المهم تا جاب الله تيسير. المهم شافوني كنهرس الصاكات وكنتعدى على داك الخائنين وداك ولاو الخائنين خو البلاد وكان لو تيدير واحد الاغنيه يا الشكامه بيعوا الكارني حطوا الكارني بيعوا الاقامه. المهم ولات قال لك اودي انت ما تبقاش هنا غادي نصيفطوك لجيش التحرير. واش تقبل؟ قلت لهم نقبل نمشي غادي نمشي لجيش التحرير. داني لعند واحد السيد في باب سيدي بوجيده داني عندي قال لي واش دخلوني عند واحد السيد لقيته مول التام داير واحد اللي داير التام ودخل قال لي واش تمشي لجيش التحرير؟ قلت له نمشي لجيش التحرير. وانا معايا واحد الصديق يقولوا حسن كان معايا في المظاهره هو قلت له نمشي لجيش التحرير. قال لي واخا قالوا ديهم الكارد الغزاوي ولكن شوف اسمع انا هديتي صح هضرتي راه عمرك ما بقيت تعيش هادشي اللي شفتي فيا هنا وداكشي اللي دخلتي هنا ما تعرفني ما نعرفك. والمهم دانا تميت غادي قلت نشوف واحد الوالده عندي غادي نشوف واحد الوالده وداك الساعه نزيد مشيت دقيت على الوالده خرجت عندي قلت لها راني غادي نجي تحرير الوالده سمحي لي وكذا وراني ما غادي نمشي لهذا غنمشي نجاهد في سبيل الله. وقالت لي يا وليدي اش نقول لك الله يرضي عليك الله يكرم عليك بخير نتمنى على الله تبارك وتعالى تمشي سالم وتجي غانم. ومسكينه بقات تاثر وبكات وبكيت حتى انا وعنقتها قلت لها امي الا بقينا بالحياه نتلاقاو ما بقيناش بالحياه فهمتي ما نشوفوش ولا انا بقيت بالحياه راه نشوفو. المهم هزينا قال له مشينا للكارد غزاوي قال له شوف دخل هاد الناس هادو ركبهم معاك. الكارد غزاوي هو اللي كان وزير الدفاع بعد الاستقلال. مشينا للكارد غزاوي قال له غتنزلهم تحت ناس وغادي تمشي تسولوا على واحد شي نجي ناس تيقول لهم البوزيديين عندهم كداخلين الحزب استقلال هما قال لي سولوا عليهم وعندك مشيو كون فرنسيين نزلوا من تحت ودوزوا منها بني دوزوا من دوزوا تدخلوا. المهم درنا ذاك التطبيق اللي قال لنا مشينا هذيك الخطه مشينا تقينا على الوزيدي خرج عندنا واحد الاستاذ شاب صغير لابس جلابه بيضاء واللون ديالو فيه البشاشه زينه طيبه قال لك مرحبا بكم راه صيفطنا هذا اش كاين اش كاين قال لي مرحبا. ادخلنا عندهم فرحوا بنا واحد الغرفه جيت انا جلست واحد الشريجم كيرقب على الزنقه تكيت هاك الزنقه ونوبه نوبه كنرقب كنطلع على برا واش كاين شي حاجه واش جاي شي حد ولا. المهم وانا حنا جالسين والوالد ديالهم جا عندنا بحجل اللحيه بيضاء ولابس كسوه بيضاء مزيان ولابس راجل موجه تبارك الله كنا حيل الجسم جلس معنا وجاب البقراش النحاس وجاب لنا ذاك المفروق باش ناكلوا ذاك هذا. حنا حط لنا داك الشيء ما كلينا ما شربنا وقال لك نوض راهم جايين لكم يلا هربوا. انا ملي خلقت في ذاك الدور قبيله ولد عمران دور محجر دوزت واحد 10 سنين ومات ليه الوالد بعام الجوع عام 1944
43 كان عام الجوع خطير جدا، بنادم تيتفرقع يموت وتشوف فيه قلت الماكله ما كايناش، ما كاين مشكل. المهم سيدي كان عام الجوع، بقيت انا محن نتكرفص، الوالده جات قالت لك اودي الوالده با انا مريض، ها هو غادي نخليه مع اخته وخوه وانتم غادي نديكم لعندي للبلاد، البلاد ديال باها كان لاباس عليه. داتنا تما كبرنا شويه دخلنا لفاس، تعلمنا الحرفه ديال الصباط، دخلت الحرفه ديال الاحذيه، تخدم في الاحذيه، تعلمت الصنعه هذيك ديال الاحذيه وبقيت خدام فيها الى حتى وصلت لواحد السن ديال تعلمت الصناعيه. فاش دخلت انت فاش جا الاستقلال، التجربه ديالي اللي كنقول هاد الشباب خصو يقرا، خصو يكافح ويقرا بعدا اولا، باش ماشي بحال امي بحالي دابا انا امي، ولكن عندك كان قاري راه غادي يستافد، لو كنت انا قاري كنستافد مزيان، ولكن انا ما قاريش ماشي مشكل، ماشي القرايه المهم غير اجتهدنا. خصو يقرا ومن بعد يقرا خصو يتجنب الشبهات، من ترك الشبهات قد استبرا لدينه. الانسان خصو يستقم مع والديه مع الاساتذه، يكون واحد الانسان طيب الاخلاق ديال طيبه وكينعتو فيه بالخير. وما دابا الانسان دار الصنداله دميكا وداير قجام اللور وداك الشيء ما خصوش يكحل وداير السروال مقطع، وماشي هذا الشيء، ماشي سلوك، ماشي خلق، ماشي اخلاق، هذا ماشي الاسلام هكا، هذا حنا كنقلدوا التقليد الاعمى. خص الشباب يستقم ويكون مزيان، يدخل لبيت الله ويصلي ويتنظف ويكون داك الشيء مزيان، ويحيد من داك التدخين وداك المشاكل اللي فيها تبذير الصحه والمال، ويكون واحد الانسان مستقيم. نتمنى لهم الله ان شاء الله بحوله وقوته هذا الشباب يكون جيل صاعد على المغرب، ويعاوننا حتى حنا ويعاون حتى حنا ونشوفوا فيه الخير، هذا الشيء من اجل اللي خدمنا حنا يكون هذا هو الهدف ديالنا. هذا الجلابه اللي كتشوفوا هنا معلقه في الفضاء، كان وقع لي واحد الواقعه، باش كنا فطرنا في الصباح، بعد فطرنا خرجنا لواحد الكاف، جا واحد عسكري قال لي انا عندي بياس فانت كات، هو عنده الديو ديالو، هذاك البياس اللي جابه هو عطاني واحد وخلى لي واحد، هو اللي دربني على الحرب، دربني على الطير، وكان واحد الكاف كندخلوا ليه كندربوا ليه في كبير. والمهم قال لك حني ظهرك، طلعنا للجبل، طلعنا للجبل كيبان لينا بنادم جاي، العسكر جايين لينا الفرنسيين غادي يشدونا حيين. قال لي هما غادي يجيو، انا غنضرب وراهم غيجيو ثلاثه، ضرب ضرب انت. المهم هما تما جايين، طلق الرافال الاول طاحوا ثلاثه، جاو يهزوهم ثلاثه، قال لي طلق اضربت طاحوا ثلاثه. و سمع لاريان مالاريان قد قيام ناضس، تمينا هاربين، دخلنا لواحد الكاف تخبعنا فيه، الطياره ولات تقلب علينا، جات بالخف الطياره، واحد الطياره صفراء كيقول الشكامات ما بغات تقلب علينا، وعندها واحد الفيزيومتريوز وعندها القنبول وعندها. المهم بقينا تما حاصلين، والمدافع تضرب ذاك النهار كحال ما قدرناش نخرجوا، حتى لواحد الوقت اللي جات قربت العشيه وجانا الجوع، جا واحد السيد عنده واحد الدار ديال واحد في الحدود الاسبانية مع جنب الحدود، حنا كنا مع جنب الحدود وكنشوفوا في اسبانيا في الحدود الاسبانية مدرقين كنشوفوا الحدود الاسبانية ماشي في. قال لك اودي راه بغيتو تاخذوا الماكله اجيو ليها، ممكن واحد الدلالي جوج شادينو معايا معنا اسير، واللي كان معنا في ذاك الكاف اللي كنا حاصلين فيه كاين واحد تيقولوا البيضاوي، وكاين سيد كيقولوا بن دحمان، وكاين شي حنا شي خمسه بينا. قال لك سير جيب لينا الماكله، انت الصغير فينا عود. درت هاد الجلابه على ظهري ولبستها وتمي تهبط، شافتني الطياره دارت كيسمعهم كيقول لك طيح على كرشك، طيح على كرشك، طيح على كرشك، طحت على كرشي، لاحت عليا قنبوله، ضربتني هنا في ظهري، فانا عند كتافي عند العنق ديالي، وحده في كتافي وحده في رجلي، كنت طايح على كرشي تبليسيت. كيقول لي حيد الجلابه وخليها منشوره وهرب، حيد الجلابه ونشرتها وتكركبت، الطياره جات سقات جلابه مجبده سحبها انا مضروب تما مبليسي، بقات كتضرب في ذاك الجلابه، راه كاينه الاماره ديال هذا راه كاينه في الجلابه، بقات كتضرب من اي ست ما نطشي وشي، قالت هذا مات. الطياره زادت وانا بداك بليسي وطلعت لهم الماكله، داروا لي الدواء الحمر، داروا لي شي حاجه وقدت الامور ديالنا، بقينا جالسين كلينا وشربنا،
تا شويه قربت لهذا هما صيفطونا واحد الرقاص قال لك ودي الرئيس ديال كاين تما بالبقال رئيس كاين بن عثمان الله يرحمهم جوج قال لك ودي راه تحضروا راه جيو الليل اجيو بحالكم هنا تباتوا عندنا ما كاين ما تاكلوا تما مشينا كنا في باب الحبس غادي لباب الحيط الواقعه وقعت في باب الحيط باب الحبس مشينا لباب الحيط من غادي نطلقوا علينا واحد السنين بالليل فيه الضوء والنهار بقينا غادي انا اللي نور رجلينا مرافقنا قلنا هادو شحال يشوفونا هذا كيقلبوا علينا منين وصلنا لعند قال لك اودي لا راه حنا سولنا هذاك السنيان اللي طلقوا ثلاثه سنيانات طلقوا ذاك النهار كان ذاك الحرب اللي كانت تلف لهم الجيش تلف لهم ذاك في الاجبال وذاك الشيء ما عرفوا فين يرجعوا راه دارهم واحد السنيان باش يرجعوا شكون اللي تيحكي لنا هذه القصه هذوك الناس اللي في الحدود الاسبانيه المغاربه الاسم الكريم جلالي السردي القيم على فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببير جديد وهو فضاء من فضاءات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التي وصل عددها الآن 104 وبهذه المناسبة اليوم نحتفل بالذكرى 54 لاسترجاع مدينة إفني في إطار الاحتفاء بالذكريات الوطنية أو الجهوية أو المحلية وهي مناسبة أيضا للاحتفاء بقدماء المقاومين الذين ساهموا في المقاومة وجيش التحرير ونخص بالذكر السيد عبد العزيز مرتضى الذي يسكن حاليا في مدينة البير جديد وحظي بتكريم من طرف الفضاء في المناسبة السابقة التي كانت هي مناسبة اليوم الوطني للمقاومة ثم اليوم حظي بعناية صحفية وبتغطية صحفية لمساره قلت بأن هذه المناسبة تدخل في إطار حفظ الذاكرة الوطنية وإشاعة الروح الوطنية والثقافة الوطنية والمواطنة الإيجابية التي تسهر عليها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وكذلك فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير وذلك بعقد مجموعة من الندوات والمحاضرات ثم البحث في تاريخ المغرب والبحث في التاريخ المحلي أيضا إلى جانب ذلك أن هذه الأهداف الكبرى التي يسعى فضاء الذاكرة لتحقيقها وهي حفظ الذاكرة الوطنية والاهتمام بالمقاومين يسعى إلى تحقيقها من خلال مكونات ومرافق هذه الفضاء المتعددة وخاصة قاعة العرض حيث يعرض مجموعة من صور سلاطين الدولة العلوية وصور المقاومين وأعضاء جيش التحرير وكذلك مجموعة من المعروضات والتحف الإثنوغرافية إلى جانب ذلك هناك مكتبة غنية بالكتب الخاصة بالفكر النضالي الوطني وخاصة بتاريخ المغرب عموما فمثلا هناك من أهم الإصدارات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مجلة الذاكرة الوطنية وفي هذا العدد هناك مقال يخص المقاوم عبد العزيز مرتضى ثم هناك من أهم الإصدارات المندوبية السامية موسوعة الحركة الوطنية وكذلك الإصدارات الجامعية وكذلك من الإصدارات المهمة هي إصدارات تخص سلسلة أدب الطفل حيث تعرف بالقضايا الوطنية والقضايا التاريخية والقضايا التي تخص المغرب بأسلوب سلس وسهل وبسيط ومثلا هذه قصة تحكي سيدي إفني فخر المقاومة ثم مجموعة من القصص الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تويما اسماعيل نائب القيم على فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالبير جديد إذن تزامنا مع تخليد الذكرى 54 لاسترجاع إقليم سيدي إفني تم القيام بجولة استطلاعية لمختلف مرافق الفضاء وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات والفعاليات ومن بينهم أحد قدماء المقاومين وعنصر فعال في جيش التحرير وهو الحاج مرتضى عبد العزيز الذي يعتبر أيقونة في هذه المدينة نظرا للأعمال الجارية التي قام بها سواء عند انخراطه في خلايا المقاومة وكذلك عندما كان منضما لجيش التحرير حيث قام بمجموعة من الأعمال الجليلة
وقد بهذه المناسبة تم استحضار مجموعة من الذكريات والملحمات الفدائية التي قام بها هذا الشخص الذي قل نظيره نظرا لوفاة مجموعة من المقاومين وأصبحوا يعني قليلين جدا. إذن الحاج عبد العزيز هو من مواليد سنة 1933 ببلاد عمران جهة فاس، وقد يعني عاش عيشة يعني مزرية نظرا لوفاة الأب ديالو، وبقي مع الأم ديالو والأخ ديالو الصغير، والتحق مقاومة في الشباب ديالو، ثم بعد ذلك التحق بجيش التحرير في التعاونيات في الشمال، ويعني يعتبر يعني شخصا عنده مكانة خاصة سواء في المدينة وكذلك بالنسبة لنا كفضاء ديال حفظ الذاكرة. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.